أعزائي المشاهدين وأهلا بكم في حلقة جديدة من الكريزي تاكسي، والحلقة دي بتاعت السواق الجربون. يمكن أوصل يا بيت؟ أنا أروح عند البنك العربي كده بعد التقاطع. ماشي بس. أنت بتهرش كده ليه؟ لا عادي، في حاجة ولا ايه؟ لا في حاجة تعبان شوية. لا ألف سلامة. ربنا يبارك. الله يسلمك. ألف سلامة. سلامتك. ربنا يبارك لك. شكلك أنت حلال يعني. ربنا يبارك لك يا بس. هنلف ونخش من الشارع ده ولا مش مشكلة عادي يعني. بس مش ملاحظ أنت توفر شوية بتهرش كتير؟ معلش أختي أنا تعبان شوية بس كده، ولفيت على الدكاترة كلها. هو تعبان غصب عنه، لفيت على الدكاترة كلها. الطريق وخلاص. كل الدكاتره قالوا لي نوع الجرب اللي عندي دوت انه نوع صعب قوي، بس مسموعه دي. مسموعه. مسموعه ده يعني متاكد؟ مش عارف يا بيت، انت عارف جسمي كله بياكل. طولش كتير قوي يعني، جسمي كله بياكل. معلش غصب عني تعبان. انت كمان الضغط يا الحظ. لا ده اوفر قوي. اوفر بقى. بس حطي ده كده كده عليها. لا ما خلاص الحمد لله. الحمد لله. وادي دعك كده. ربنا يشفيك. ربنا يشفيك. حكي جامد. لا لا خلاص. حكي جامد. ربنا يشفيك. اول يوم باين من اول اصلا. الحمد لله. اقسم بالله انت راجل دور. انت محترم يا عم. الله يصلح حالنا وحالك يا رب. اقسم بالله مسعيد. انت من هنا من القاهره اصلا ولا انا من الجيزه. من الجيزه؟ انا من الجيزه. الجيزه وين؟ ناس طيبين. ربنا يخليك. ناس طيبين. جسمي بيكون ماتم. طب لما انت تعبان لسه؟ طب كنت ريحت؟ والله العظيم جسمي بيتقطع. كنت ريحت انت احسن. ربنا بدل ما يكتب الجرب عليك. امين يا رب. ربنا ما يكتب الجرب عليك ولا على عيالك. ربنا ما يسواكش. الجرب هرب. مشكله. الجرب هرب من اي حد وجالي. يا ساتر يا رب. العظيم ده بلاء من ربنا سبحانه وتعالى، فلا احمد ربنا. سخرتني تعالى حرقت في المسبقين. الحمد لله. والله العظيم هبوط في الزعبوط، احباط تحت البوط. ايه كل ده؟ حاجه كل ده في حاجه واحد جرب. يا عم معايا ما كنتش معدي بس يا اسطى عشان خاطر ربنا. يا عم خليك بعيد يا عم. طب عشان خاطر ربنا ابعد يا عم ولا تبص لي عشان خاطر ربنا. عايزين نوصل بسرعه بس الله يرضى عنك عشان اليوم باين من اول. بس عدي اخويا بس اخد منه الاكل. اخوك هنا فين؟ انا جعان قوي. احنا مستعجلين يا اسطى، عندنا ميعاد يا اسطى. بس عايزين الغدا بتاعي بس بيجيبوا لي. يعني خلاص انت جعان يعني هتموت من الجوع؟ بيجيب الغدا من الصندوق. ازيك يا منعم يا اخويا؟ حبيبي عامل ايه؟ ازيك يا خد الاكل. ازيك يا خد جعان يا روح. خد بقول لك ايه يا منعم؟ اوعى يا منعم تسلم على حد يا منعم. اوعى يا منعم. حرام. ايه اللي حصل؟ اوعى يا منعم عشان خاطر ما تعديش حد. الله يخرب بيتك. هم نقعد موعدي؟ والله العظيم هو سلم عليك؟ سلم عليه وبس. لا تحاليلك بقى. تحاليلي ايه؟ تحاليلك. اوعى يا منعم. يا عم انت تعفرت يا منعم. موعدي؟ ربنا يوفقك يا منعم. يلا موعدي موعدي يا جماعه ما حدش يلمسه. خد كل موعدي. ايه يا عم ابعد عني. ابعد عني يا عم. ايه انت ايه يا عم ده يا عم؟ الله يخرب بيتك وبيت يومك اللي اسود ومطين بطين النار. اخوك ده يا عمي. هو سايبه ليه يا عم للناس؟ اوعى يا منعم لسه مموت اتنين يا جماعه. اتنين؟ برد العدو. خلي بالك يا منعم. اقول لك ايه؟ ده انت يومك اسود النهارده ومطين بطين. لما انت انا ما اسالك واقول لك المرض موعدي. انا بقول لك المرض موعدي. يا عم ده يومك اسود ومطين بطين. يا عم نزلنا يا عم. ابعد عنا يا عم. ابعد عنا يا راجل. ابعد عنا. بص عليها الطلاقه موت. تموت مين مثلا؟ والله اتفرج انا ميت كده كده. ما جيت تبلينا احنا يا عم. ميت انا كده كده. انت جيت تبلينا يا راجل. انا كده كده ميت. جبت مين يا عم؟ انت يومك اسود النهارده. اقسم بالله اقف بدل ما اولع فيك. اقف. لما انت موعد ومقرف كده تاذينا ليه؟ تاذينا ليه؟ انزل يا عم. انزل. اوعى 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 فين في الهرم يا ست الكل؟ عندي كاين رموش. حاضر يا ست الكل. عينك مين؟ عينك. جو حر تقريبا، جسمي كله بياكلني والله العظيم يا ست الكل. انت ليه بتهرس كده؟ تعبان والله العظيم. عندي مرض جلدي. كل لفيت على كل دكاترة مصر. قالوا لي ده نوع جرب ما بيروحش. يا ساتر يا رب. والله قالوا لي نوع جرب ما بيروحش. بس مسموع دي ما تلاقيش. مسموع دي يعني متأكد؟ لا الحمد لله مسموع دي.
بالله عليك والله عسل السب الصغير ده حبيبي. اسمك ايه ازاي؟ تعالى يوسف هات حضن العم حبيبك. حبيبي يوسف تعالى. مالك يا يوسف؟ سنة كام؟ وانت اسمك ايه؟ اسمك ايه؟ اسمك ايه؟ اسمك ايه؟ ايه ده معسل ايه ده معسل؟ ربنا يخليك. الله يخليك ويشيل عنك يا رب. امين يا رب. ادعي لي يا ست الكل. يا رب يشفيك ويشفينا ويشفي كل مريض يا رب. مش قادر جسمي كله بيتقطع. يا رب يشفيك يا حبيبي ويشفي كل مريض يا رب. يا ديني بس انت حالتك صعبة قوي. مش قادر والله وبتنقح عليا كده في وقت الذروة. حالتك صعبة. ربنا يزيع عنك يا رب. ربنا يخليك يا ماما. ربنا يخليك يا ست الكل. ربنا يزيع عنك. ربنا يزيع عنك يا رب. خفيفة يا ست الكل مسموعة. انت ليه كل الناس بتبعد عني وكل الناس بتعلق جدا عني والله العظيم؟ معلش انت عارف المرض الجلدي الناس بتخاف منه. خفيفة دي المراية تبع كده؟ تمام يا ست الكل. مش عارف اعمل ايه. لازم تجيب علاج. لازم جبت علاج اعمل ايه؟ طب لازم ما تسيبش نفسك كده. جسمك مهري مهري. ايه بص وشك بص ده منظر. عايز اقطع من لحمي اقطع من جلدي كده غلط كده والحر ده عليه. عندي حاجه اسمها البنجس سنجول. بنجس سنجول في اللبادية. ايه بقى البنجس سنجول دي؟ دي راتنجيه صغيره بتحصل في كل 100,000 مليون واحد. سلم يا رب سلم. والله العظيم. بص ورسلي في ظهري. ورسلي في ظهري ورسلي جامد يا حاج. قطعيه قطعيني. بس انت كده حالتك صعبه قوي. انا كده خايفه منك. هرسي جامد يا حاج. خايفه منك خالص. خفيفه يا حاج. هرسي خايفه منك. هرسي يا حاج. هرسي يا كابتن. هرسي يا كابتن. هرسي يا كابتن. خفيف كله. بس خلاص يا ولاد. اخويا بس هيعدي يديني الاكل بتاعي. طب ما يجراش حاجه. جعان انا جعان قوي. ما يجراش حاجه. جعان اقسم بالله جعان جوع. مش قادر. هو جاب الاكل. ايه يا منعم يا اخويا؟ حبيبي عامل ايه؟ لا ما تسلمش عليا يا منعم. امسك يا منعم. اوعى يا حاج. ليه اوعى يكون سلم على حد. سلم على ابني. سلم على ابنك؟ عنده مرض معدي. يا نهارك اسود. خلي بالك يا حاج يا منعم. انت جبت لنا العجوه. الله يخرب بيتك يا شيخ. الله يخرب بيتك الواد عبد الجارد. خلي بالك يا حاج. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا شيخ. حسبي الله ونعم الوكيل. حلل لي ابنك يا حاج. حسبي الله ونعم الوكيل. حلل لي ربنا ينتقم منك. حلل لي ربنا ينتقم منك. يا غربان يا معفن. يا غربان منك لله. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. اوعى ده انت ظالم. انت ظالم ما بتعرفش ربنا. حسبي الله ونعم الوكيل فيك. اسكت. يا غربان يا معفن. حسبي الله ونعم الوكيل فيك. حسبي الله ونعم الوكيل. بس هات الموسيقى بنزل. يا زي الحلقة دي ولا منزاه؟ بعد ما تعبتنا كده انت شوف واحد غربان وعمال تضحك. ده يا ست الكل ولا الدنيا كلها. عسل يا كابتن. ازيك؟ عامل ايه؟ كويس؟ شبه لعيب كورة عسل. يا مساء الله عليك. الجو حر قوي. الجو حر النهارده. الجو حر سخن. حاجة غريبة فظيعة فظيعة قوي. جسمي اتقطع. جسمي اتقطع اقسم بالله. مش قادر. ما بنقولش عشان ايه بقى اعمل ايه؟ والله العظيم لفيت. خدت علاج. لفيت على الدكاترة كلهم اقسم بالله. كل الدكاتره قالوا لي نوع الجرب اللي عندك ده ما بيروحش بسهوله. بس جرب؟ جرب ما بيروحش بسهوله. عندي جرب بس ما بيروحش بسهوله. بس مسموعه دي ما تقلقيش. مسموعه ازاي يعني؟ مش ماشي. لا جرب مسموعه. لا ما تقلقيش خالص. لا الحمد لله. والنبي كابتن ورس لي الزهر. ورس لي الزهر. لا معلش. لا عادي ما فيهاش حاجه والله. مسموعه دي. لا يعني ايه؟ طب ورسولي انت اختي. انا هرشلك. معلش خليه هو. طب يهرس بس مش قادر. انت مجنون؟ معلش انا بحاول والله العظيم. بس حاول. بسيب يا اخواني. بتقطع اتعالج الاول. نظف نفسك. بنظف نفسي والله العظيم. وبعد كده بس حمى 6 مرات في السنه. باين في السنه. ست مرات في السنه. بس باين عليا. لازم يفهمك الوباء ده. وباء ايه؟ وباء جسمي بيتقطع. لما انت جسمك كده بتوقفنا ليه وبتركبنا معاك ليه؟ انا مش قادر. خلاص اركننا على جنب ننزل. ظهور في داهيه. يا ست ظهوري في داهيه هنا وصلت مسوارك. يعني معنى ان انا تعبان ما انزلش اشتغل. اكل عيالي منين؟ اعمل ايه؟ حرام عليكي. طب ما تتعالج الاول وبعد كده انزل اكل. ستي اتعالجت. لفيت على الدكاتره في كل حته في مصر. لفيت على الدكاتره في مصر. طب بعد اذنك ما تلمسناش خالص لحد اما نوصل. يا ستي انا لمست حد فيك. انا بقول للراجل. طب لو سمحت ما تلمسوش. بقول لك ما تلمسوش. يا ستي انا عايز الراجل. لا انا عايز الراجل ده. اعمل ايه؟ راجل مين؟ لورسلي. قرش لنفسك.
هروسك انت. عايزين تورثوا لي؟ طب هروسك انا. بقول لك وسع ايدك من على الولد. يا ستي انا. وسع ايدك من على الولد. طب هعدي هعدي اجيب اكل من اخويا عشان انا جعان، اخويا جايب لي الاكل بتاعي. معلش. يا منعم يا اخويا. ايه يا حبيبي؟ عامل ايه يا منعم؟ اخبارك ايه يا حبيبي؟ خد خد يا منعم. يا منعم. اوعى يا منعم تسلم على حد يا منعم، اوعى تبوس حد يا منعم. يا منعم حرام عليك، انت اربع حالات في المستشفى بسببك يا منعم. اوعى يا جماعه كل سلم على حد او باسه. سلم على الولد وعمال يمسك فيه. سلم عليه بس ايه؟ حللينه. سلام يا منعم، قلت لك 100 مره يا منعم، ولاد الناس يا منعم. حرام عليك يا منعم. لا 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 شكرا. لا لا بقول لك ايه، نزلنا استنى اقف، نزلنا هنا احنا هننزل. انا بقول لك انا عايز انزل. وين السرقه اصلا؟ بقول لك مش عايزين نوصل، مش عايزين نوصل. احنا رايحين انا وانت عند الدكتور. مش عايزين حاجه، بس خليك انت في مشوارك. جرب مرض ولا تختار. بقول لك ايه، كفايه هنا احنا هننزل. لا مش لو سمحت، بقول لك كفايه هنا احنا هننزل. بيسندون مثلا. بقول لك اركن هننزل. هنزلكم. ايه مش هتنزلنا دي؟ هنزلكم. عمالك في جهه وصوت والم عليك الناس. صوتي صوتي. مش كفايه القرف اللي احنا فيه؟ كده كده غربان وميت. يعني انت عايز تموتنا معاك؟ كلنا. انت مجنون؟ بقول لك اركن اقف على جنب. عايز تموتنا معاك؟ بقول لك اركن اقف على جنب. هموتكم. هموت لوحدي. هفتح العربيه. هموت لوحدي غربان. هموت لوحدي. انا مش هموت لوحدي غربان. نزيع الحلقه دي ولا ما نزيعهاش؟ زح نزيع؟ جرب بس ما تعديش حد.